السلام عليكم، مرحبا بكم في الشان يوتيوب مرة أخرى. اليوم باش نشوفوا فيديو مش كيف العادة، باش تكون ساعة. أول حاجة لايف كومنتري، ثاني حاجة باش تكون أونديو مع فارس ماكس. إن شاء الله باش نحكيو فيها على كول أوف ديوتي أون جينيرال، كسوا السيري نتاع كول أوف ديوتي الفرانشيز، وإلا كول أوف ديوتي بالنسبة للتوانسة، وإلا على كول أوف ديوتي جوس. أن توكا نبداو توا نحكيو معنا فارس ماكس. فارس، كان تقول كلمة تسلم على الجماعة. السلام عليكم. راك تشوفوا في جيم بلاي بتاع اي واحدة من الكول اوف ديوتيات المتوفرة توا حاليا في جعبتنا بالعربي. شو بدنا نحكيو على كول اوف ديوتي في تونس، معناها حسب ما نحس انا، نقول من الاول شنو نحس بعد توا ماهر يعطيكم كلام. هو حاس كول اوف ديوتي في تونس كلمة ماشية وتموت. صحيح مودرن وورفير عندها عامين، اما بلاك اوبس دو تقريبا ما شمت شيء بنت التوانسة، مش كيف ما طرش قتل مودرن وورفير 1. حسب ما نذكر يعني خديت ستيم مودرن وورفير 1 ولعبات كلها تاخو، ونلقى برشا توانسة وهاو كلانيات وهاو نتلموا واحد، وبعد جاي الفريزات كمل ويف اخرى كبيرة من التوانسة يلعبوا فيها. صحيح، ونزيدوا حتى اونتر بارونتيز، هذاك كيفاش تعرفنا على بعضنا نحن هيك في مودرن وورفير. حبيت نلعب مع شكون، اجيتو لعبت معاه، هذيك الحكاية كلها. اما في البلاك اوبس دو لما جيت لقيت كعبه كعبتين يتعدوا على الصوابع يلعبوا في البلاك اوبس دو في تونس، حتى في البروفيل نتاعي نقاشي فوق العشرة 11 واحد تونسي شاريها ويلعب فيها. لا العدد تكبر معناها تدريجيا بالسياسة، اما ما خلطت الكول اوف دي جوست الوصاية والواش يرجع السبب هذا كله على الترانزيسيون من الكول اوف ديوتي للباتل فيلد. برشا توانسه وحاسب معناها ارجع للروح حتى نشوف روحي بنفس الحكي. فارس، خلينا من باتل فيلد ان شاء الله نحكيو من بعد، نعملو كي معناها نحكيو شويه اون كومباريزون. كان تحكي لنا معناها كول اوف ديوتي اون جينيرال، حسب رايك انت. بون، مانيش نحكيو على الكود الاولى والثانيه، باش نحكيو من كود كات ملي وليت معناها عندها اودينس كبيره سورتو في الملتي بلاير. شنو هي معناها انت لافي نتاعك من كود كات حتكسي لتو معناها بلاك اوبس 2؟ نقول معناها صحيح قعدوا بالكويك انجن يخدموا بيه، معناها الموتور من الكول اوف ديوتي كل ما تبدلش، اما كول اوف ديوتي كل عام تزيد في حاجه، تحسن في حاجه، والاوديونس نتاعها يكبر في حاجه. عمرها في السيلز نتاعها في المبيعات نتاعها ما عندها كول اوف ديوتي قبل، معناها اقدم اقوى من كول اوف ديوتي الجديده، فهمتني؟ كل كول اوف ديوتي تحط من الارقام نتاع كول اوف ديوتي اللي قبلها، معناها نحنا ما عندناش فرق كبير في الحكايه هذه. فهمتك، اوكي. دونك حسب ما قلت انت فماش فرق كبير، ماليش فرق كبير. وبالنسبه لتونس حسب ما فهمت من كلامك انه في البلاك اوبس 2 معناها طاحوا نومبر نتاع جوار، قبل كانوا في مودرن وافير 3 برشا، توا في بلاك اوبس 2 اقل برشا. كان تعطينا حسب رايك شنو هي لي ريزون، شنو هي اللي خلات العباد التوانسه سورتو، خاطر نحن يهمنا الكوميونيتي نتاع لي جيمر التوانسه، شنو هي اللي خلاتهم معناها بعاد على كول اوف ديوتي يمكن يشوفوا دي اف بي اس اخرين؟ ديما نرجع للسبب السامبل اللي فما كراك الكول اوف ديوتي فماش كراك الباتل فيلد. التونسي كان يحب يجرب الاكسبيرينس بتاع باتل فيلد 3 خاصة، لازم يشري جو في الكول اوف ديوتي. كانت نجم تلعب اي واحدة منهم، عندك كود كات مدور فور دو وورد وور ظهري فيها كراك. اي سورتو بالنسبه انا حاجتي بالنسبه لبلاك اوبس 2، خاطر غادي فين لاحظنا انه النومبر طاح. اي بالنسبه للبلاك اوبس 2 طاح على خاطر من مودرن وورفير 3، هذيك اكبر موجه نتاع ناس شريت لي جو كانت في فتره مودرن وورفير 3، وكان اللي عنده اكسبيريونس مع الجو معناها ما حسش روحه للجو الاخر، غير بكا حاب يجرب حاجه اخرى، بدا يلعب مودرن وورفير 3 لازم ينقز لجو اخر، وجو اخرى بتبان مش بتكون كول اوف ديوتي، خاطر حسب ما جرب مودرن وورفير 3 الاكسبيريونس تاعو تعطيه مودرن وورفير 3 ومودرن وورفير 2 كود كات، يقول هاني نلعب في نفس الحكايه تقريبا 3 سنين. معناها فما برشا ناس ما يحصلوش فك الحلقه المفرغه هذيك باش يمشيو لكول اوف ديوتي بلاك اوبس 2. صحيح فما مازالت ناس تلعب، فما ناس تكسبيريونسي في بلاك اوبس 2 كاول كول اوف ديوتي لها، فهمتني؟ معناها كي يقولك العبد ديما احسب اول كول اوف ديوتي وزيد عليها زوز كعبات وبعد باش تقص ذيك العبات كلها. انا كيك حتى انا حسيت عملت كول اوف ديوتي زدت عليها زوز وبعد بلاك اوبس 2 صحيح خديتها وصحيح نلعب فيها، اما مانيش حاسه كيف ما حاسه كول اوف ديوتي اللي قبل، وما صرفتش عليها الوقت واللي فور معناها والجهد هذاك كله كيف ما صرف في الكول اوف ديوتي اللي قبل. داكور، انت ناهي اول كول اوف ديوتي نتاعك معناها كيفاش بديت الساعه؟ انا والله ما نكذبش عليكم، بديت بكري برشا من الكود 1، بديت بون لعبت سولو كهو، كود 2 لعبت سولو كهو، وقتاش بديت الملتي بلاير من كود 4 بديت معناها كي اكثر التوانسه بديت كراكي سورتو معناها في رمضان، تو مادامنا في رمضان نتذكر انا وليد حومتي نشوفوا نعملوا سيرفر بلا ماشي، نتذكر وقت هوستي هنا وقت البينج نتاعي يبدا طايح او كان قتل فيها كل على بعضها.
اون توكا عملنا عليها جو وكانت اكسبيريونس معناها حلوه برشا، وقعدت لي في مخي هذاك عليه، قعدت نتبع فيها السيري من الكود كات للمودرن وارفير 2 ل 3 معناها سواء انفينيتي وورد ولا تخيارش. دونك ذي بالنسبه بلاك اوبس 2. خلينا نحكيو شويه على الفيوتشر، على كول اوف ديوتي جوست. دونك شنية انت حسب ما شفت، دونك ما وراوش برشا هما جيم بلاي، وراو جوست على السولو، ما حكيوش برشا على الملتي بلاير. شنية رايك فيرس ماكس بالنسبه لكول اوف ديوتي جوست؟ عجبتني كيفاش هكا اللي يبوشيو في الجرافيك بتاعهم، رغم اللي هما في الجرافيك بتاع كول اوف ديوتي اللي قبل ما خلطوش الجرافيك بتاع كول اوف ديوتي بتاع اي جو اخرى صحيح، معناها تريبل اي تايتل ما خلطوش الجرافيك بتاعها صحيح، يحاولوا ديما يعبروا الجموع اللي عندهم بي سيات طايحين. اما الدزين هذا حسسني راه باش يتلفوا برشا جموع وظهوراتهم. عجبتني الفيتشرز نتاع شو اسمه دايناميك مابس، نحب نشوف معناها مش كيفاش هذيك خدمتهم، لازم يطلعوا حكايه نحن تخلينا نشريو الجو بالسيف، فهمتني؟ الدايناميك مابس هكا الماب نتاع البري اوردر فري فول، يقول لك فما كل ما تعدي شوي وقت الماب تتبدل، فما دي بارتيكول تتنحى، فما حكايات تزيد، فما بلايصه تحلك. انا نوح اللي مش يعملوهم في المابات كله ولا باش يعملوهم في ماب واحده، فهمتني؟ هذيك اللي تدخلك بعدك، فما ناس متعجبهاش الفازه هذه، فما ناس يموتوا عليها، فما دي زيفي عليها كي يبداو يلعبوا كومبيتيتيف، فهمتني؟ معناها لازم الواحد يستنى يشوف الميتي بلاير منه ولاها. معناها فوالا واضح المساج نتاعك. بالنسبه للسولو نذكر انه معناها الحاجات ابار جرافيك معناها اللي حكيو عليها شويه كيفاش حسنوا في الموتور جرافيك، خدموا الكومباني بيبليسيتي نتاعهم على الكلب هذاك رايلي، ظهر لي اسمه هكا رايلي. دونك بصراحه انا بيرسونيلمون لافي نتاعي انها حكايه ديبيل برشا كيفاش تعمل كومباني بيبليسيتي بالنسبه للفرانشيز يتبعوا فيها ملايين ملايين برشا ملايين، انا كيفاش تركز على كلب معناها يعني فريمون ما فهمتش انا، ما عادش عندهم ديزيدي ولا فما واحد فيهم اللي ليه بكل شيء غادي يحب برشا كلب وحب حب يدخله في الجو ولا حاجه كيكه. دونك شنو هي رايك بالنسبه للانفورماسيون اللي عطاهم على السولو الفترة الأخرانية؟ حس ما تشوف لي جو اللي طلعوا جدد، عندك دراست فاس وعندك بايو شوك اللي بوشي والكومبانيون شو اسمه الام بي سي اللي معاك هذاك اللي يعاونك، واحد حبوا يبوشيوها اكثر، يقولك ام بي سي تجم تلعب بيه. انا ما نعرفش الكلب هذا باش نلعب بيه ستاجات الكل، كي باش نلعب بيه كل ستاج وقت برسم نقول الكلب عندهم حق يدزوا فيه شويه، فهمتني؟ اما من قبل من كول اوف ديوتي كات وليزيستوار نتاعها امبيكابل، معناها فما حتى كول اوف ديوتي القصه نتاعها ما عجبتنيش، فهمتني؟ ما يفشلوش في القصة، مش فيش ديما ساعات يفشلو في الميتي بلاير كل عام، ممكن يضربوا يا ما يجيبوهاش في الميتي بلاير. بالنسبة لي أنا باش ما بعدوش برشا على الموضوع، جوست أونتر بارونتيز على حكاية الكلب، معناها أبارامون هي صحيح أنا بالنسبة لي أنا حكاية ديبيل، أما خدموها على قاعدة أبارامون لي ميليتير معناها في أمريكا يستعملوا بالحق كلاب، هما كي جابوا كلب ديجا أونتخيني ويخدم على لي ميليتير، وطريقة معناها اللي خدموا بها حطوا عليه كل موشن كابتشر ظهر لي ولا حاجة اسمها كيكا، معناها لي موفمون نتاعو كل شيء مخدومين حسب الكلب بالحق اللي اكزيست، معناها مش جايبين وخدمين وكيكا. لي فور نحييه اما لي دي ما نحييهاش. دونك هذا بالنسبه للسولو. توا نتعداو الملتي بلاير، تحكينا شنية فارس كان انت تجم مثلا اليوم في التليفون مثلا تجم تحكي مع الليهي في اكتيفيزيون ليهي بكول اوف ديوتي جوست يخدم في انفينيتي وورد، كان تجم تقول له تعطي دي سوجيستيون بالنسبه باش يحسنوا الملتي بلاير، شنية تجم المساج اللي توصله له؟ اول حاجه من هم الواحد يلعب جو خاصه نلعب في جو من تونس، نقول له ريجل امورك في السيرفرات خاصه كي تجي تو، خاصه بالنسبه للنيكست جين بلاي ترو والاكس بوكس 1، تو كول اوف ديوتي ما نجموش يعملوها ديديكيتد سيرفرز على الكونسول، صعيبه لدرجه هذيا. كان يعملوها برسمي ديديكيتد سيرفرز كول اوف ديوتي تنقز من اللي هي من لوطه تولي تنقز ب 20 درجه بالنسبه لي انا. ثاني حاجة شو اسمها النسق نتاع اللعبة، فما نسق كل نسق عام هي نسق نتاع الريتم نسق نتاع اللعبة هي كل عام نشوفوا فما تغيير من حاجة لحاجة. كود كات كانت متوسطة، ترفردو مزروبة على الاخر، بلاك اوبس رزينة على الاخر، المودر فارتروا اقل شوي من المودر فارتروا، بلاك اوبس 2 تشبه المودر فارتروا شويه اما فيها الكيوتيك فيها شويه، خاطر كي ستريكس معناها يلعبوا دور كبير في اللعبه، كان يحطوا ريتم حلو، مش فيش الجوار عمره ما يعرف الريتم اللي يحبه الا ما يكون يلعب فيه. انا عجبني ريتم كود كات المتالي على الاخر، اللي هو ماهوش مزروب برشا وماهوش رزين برشا، تاخذ صحيح اللعب اللي تحتاجه والاكسيون اللي تحتاجها، اما مش اوفر دوز من الاكسيون، تاخذ اللي حاجتك بيه.
كان يعملوا ريتم يريقلوه اسلحات كان يحطوهم بالونسي لازم تاتشمو ما نحبش اتاتشمو نيت او بي مثلا كيف في البلاك اوبس 2 يحط لك ماشين ويحط لك تارجت فايندر ويهبط فيهم يبدا صحيح. يقتل فينا تكتيل يحاولوا في اللي ماب يحطوهم غير معناها غير الاوبسيون تاع اللي ماب ديناميك يحطوا اللي تايم تاع اللي ماب يحطوهم بالونسي شويه مش تو عندي خمسه مابات صغار على الاخر وخمسه مابات كبار على الاخر حطوا لي ماب معين ماب تتحل بالمود كيف في الباتل فيلد مثلا انت بتلعب مود معين توريك اوسع من المود الاخر فهمتني يساعدوا كي تبدا ماب كي تلقى ماب تحبها في جو تحبها اكثر فهمتني تاني كود كاتل واش نموت عليها على خاطر شيبمون كنت نجم نلعبوا ثمانية من الناس في البيبلينيت باللان ونشيخوا بالضحك اللي مول البيبلينيت يحب يطردنا فهمتني معناها لازم يعطيك الجو متاعك انت قاعد تلعب في جو باش تستمتع كان يدخلوا حاولوا يدخلوا ليج بلاي في البلاك اوبس 2 ما خطفش برشا ما خاطف على الكونسول نعرفش نحب يتلاقوا اكثر بالبي سي بصراحة معني كان يتلاقوا بالبي سي صحيح. هو نفرح الكوميونيتي نتاع الكونسول سورتو بالنسبه لكول اوف ديوتي اكبر برشا على الكونسول. هذه حاجه لاحظتها معناها النومبر يمكن ما نعرفش انا يوصل حتى 10 مرات اكثر. هذه حاجه ملاحظها وسورتو بالنسبه للعباد اللي كيفي انا واحد من الناس بالنسبه كي تقول لي اف بي اس نقول لك بي سي يعني اوتوماتيكمون ما نحملش معناها اف بي اس باش نلعب بجيم باد. فما عباد ما عندهم حتى مشكل مع الحكايه هذه انا مستانس من الصغر معناها لي اف بي اس ماذا بيا عندي كلافي وعندي سوري كي كنعمل عليهم جو. دونك بالحق ان شاء الله ان شاء الله يعملوا ايفور على البي سي ويخليوا العباد معناها اكثر اتيغي بالفيرسيون بي سي اكثر من الكونسول خلي يتولي بالونسي الحكايه تلقى كوميونيتي متفرقه كسوا على الاكس بوكس على البلاي ستيشن ولا على البي سي. دونك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دونك هذايا بالنسبه ل لافي نتاعك ولي سوجيسيون نتاعك. نحكيو شويه توا معناها كي باش تعرف انت جو سوكسي نتاعها ديما تكومباريها بالكونكورون ديريكت نتاعها. وبالنسبه لكول اوف ديوتي بالطبيعه الكونكورون ديريكت هو باتل فيلد دونك وبطبيعة مادام مازال ما خرجش باتل فيلد 4 كول اوف ديوتي جوست دونك نجمو نقارنو توا مودرن وارفير 3 وبلاك اوبس 2 بالنسبه لباتل فيلد 3. شنو تجم شنو رايك كانت كومباري هذوما الزوز شنو هي الحاجات الباهيه من هنا ومن هنا والحاجات الخايبه من هنا ومن هنا بينات الباتل فيلد والكول اوف ديوتي؟ عندها الاقبال نتاعها يجي من دو تيب دي جوار. فما ان جوار هذا اللي يحب يلعب مع اصحابه يحب تيم وورك يحب فرايك نتاع ليله يتلم مع اصحابه. بي اللي يبدا وحده مع صحيح ما يلعبش برشا مع اصحابه ولا ما يلقاهم شونين برشا يمشي الكول اوف ديوتي على خاطر كل جو تعطي نكهه للجوار اللي يحب عليها. جموع برشا توانسه ماشيين للباتل فيلد لواش على خاطر عندهم جروب عنده كلان عنده صحابه صحيح كانوا يلعبوا قبل ممكن بروباب راهم يلعبوا كول اوف ديوتي من قبل اما انتقلوا من كول اوف ديوتي للباتل فيلد على خاطر يفركسوا على جو اكلي تحسك راك تلعب مع جروب تحسك راك تلعب مع صحابك فهمتني. كان اسيدي انا مثلا انت مانيش قاعد نلعب في باتل فيلد بالكل الفتره هذه مش قاعد نلعب في باتل فيلد بالكل خاطر ما نلقاش مع شكون باش نلعب ما نعرفش صحيح نعرف ناس تلعب باتل فيلد اما مانيش انكوراجي باش نلعب معاهم خاطر ما نعرفهمش كاصحاب بالضبط. صحيح نلعب انا وياك فتره فتره من فتره الاخرى مانيش لاقيين رواحنا باش نلعب معناها كي تبدا جو معناها باش تجبد جوارات ساعه على الاحساس العام. ثاني حاجة على شنو اللي تزيد تو باتل فيلد كات تعرف راهي عندها سلعة باهية العام هذا تهبط في كل الانفورماسيون تنجم تلقاها معناها تدريجيا نهار بعد نهار. تو نهارين تالي سمعت سيرفرات ممكن يوليو 70 جواري ولا اي جماعة قبل قالوا لي مود الموجودين توا في الباتل فيلد تروى حتى بالدي ال سي لي مود اللي بالدي ال سي شو اسمها سكافنجر والحكاية هذوكم باش تلقاهم كل في الباتل فيلد كات يزيدوا يفرحوك بحاجة اخرى تبديلات نتاع الكلاسيك اللي يقول لك الريكون ياخو السيكات والسيبور باش يعطيوها جرينيد لانشر التبديلات هذوكم كلي يفرحوا الناس بالضبط ويعرفوا راهم قاعدين رابحين في الحكايه دي. كول اوف ديوتي جوست نحسها ساكت الفتره هذه على خاطر ما عندها ما تقول ما عندها ما توريك ما اي انا نستنى الجيمز كوم صحيح باش تجي في الجيمز كوم باش يفرشوا رقم كلها ايه باش يفرشوا رقم كل على الطاولة اما كان جاو بالرسمي واثقين راه عندهم خطة باش تنجح باش يبيعوا الكول اوف ديوتي جوست بالكدا راهم يطيشوا ديتاي بار ديتاي مش يلموهم كل في قنبلة واحدة تتفرقع في نهار بعد الناس كلها تنساها في نهار الشاي. ونقول معناها هاو من توا نقول فيها قبل ما يصير شيء البري اوردر واللي معناها السيلز نتاع باتل فيلد كات باش يطيح الكول اوف ديوتي جوست هذيا الغالبة اللي حاسس انا توا. انت شنو تقول على الحكاية هذيا؟ انا بالنسبه لي انا باتل فيلد وكول اوف ديوتي رغم لي زوز معناها لو ميم جونغ اف بي اس
بالنسبة لي أنا فما فرق كبير ما بيناتهم، خاطر نحس روحي أنا ساعات ماذا بيا كلي تريح نتاع نصيف ساعة نمشي لكول اوف ديوتي. علاش؟ خاطر تحسها نيرفوز، تحس كلي مابيت صغار سبون ديريكت، تقعدش تستنى، دونك باش تمشي باش تقتل باش تموت ديريكت، البارتي تتعدى في ساعة. نتاع عبد ما عندوش برشا وقت، والا يحب بارتي كلي يلعب وحده هكا يعمل جو ويخرج. بالنسبة لباتل فيلد، وقتاش نعمل تريح باتل فيلد؟ وقت اللي نبدأ كيف ما قلت انتي، نلقى صحابي كونيكتي يحبوا يعملوا بارتي، نبداو متفاهمين الكل، تلقانا في سكواد كل واحد عنده كلاس نتاعو، كل واحد يعرف شو يعمل، فما تكتيك، فاهم؟ معناها تحس روحك كيك ساعات تقول في فيلم، معناها واحد لاهي بالهليكوبتير يسوق يجي كي يهزكم تمشيو تتكيو الباز هذيك، فيها برشا تكتيك، فيها برشا استراتيجي. دونك ذوما معناها بالنسبة لي أنا أهم لا ديفيرونس بالنسبة لي دو جو. سينون نحيي لي دو جو، انا لي دو جو ما عندي حتى مشكله معاهم، جوست قاعدين نشوفوا في افور اكثر من باتل فيلد كيف ما قلت انت، قاعدين نحاولوا بروبوزيو في حاجات جدد وحاجات ما يخليكش تفد. بالنسبه لكول اوف ديوتي تحسهم معناها قاعدين يعاودوا في نفس الحاجه، حتى لدي ال سي نتاعهم لي ماب يسبوا لبعضهم، ما جابوش حاجه كيف ما نقولوا انوفونت، حاجه تبدل الجيم بلاي، حاجه تخليك تحس اللي فما حاجه جديده في الجو. دونك ان شاء الله ان شاء الله بلاكش يعملوا با باهي في كول اوف ديوتي جوست، ان تو كان نستناو الجيمز كوم و تو نشوفوا بلاكش معناها حويجه كي تفرحنا. شنو دونك شو تحب تقول للمشاهدين انت توا في غير فيديو؟ باهي، دونك بالنسبة للموضوع هذا اون كونكلوزيون، فوالا حاولنا معناها نحكيو شوية بالنسبة لكول اوف ديوتي، كسوا على تونس كسوا اون جينيرال كسوا اون كومباريزون. نستناو ان شاء الله الجيمز كوم، جيونا اكثر ديزانفورماسيون ان شاء الله نعملكم فيديو نزيدو نحكيو اون ديتاي الحكاية هذيا. كان عندكم اسئلة ولا دي كريتيك ولا اي حاجة تجيكم في مخكم، مرحبا بكم تنجمو تحطوا دي كومنتير، سينون تحبوا تشوفوا معناها مواضيع اخرين دي فيديو اخرين، مرحبا بكم على الباج يوتيوب تاع تونيجين جيمرز تي في، والا الباج الباج فيسبوك نتاع كوينجي تي ان، فما زاد على الشين يوتيوب تلقاو دي فيديو كسا سوا على تي جي تي في والا على كوينجي تي ان كالعاده. دونك مشكورين وان شاء الله نتقابلوا في فيديو اخرى ونحكيوا على موضوع اخر. السلام عليكم.